شفت بقى نجمتنا؟ مش قلتلك ان احنا وشنا هيبقى حلو على بعض؟ انا عن نفسي كنت واثقه من النجاح من اول يوم، انت بس اللي كنت خايف. هو في صاحب محطه يخاف وانت معاه؟ هما بس بتوع الاعلانات اللي سايقين الشغلانه اليومين دول، واحنا اول ما ابتدينا ما كانش عندنا اعلانات كفايه. لكن دلوقتي عندك كتير. بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب. عشان كده انا كلمت الوكاله وبلغتهم ان سعر الاعلان هيزيد من اول الشهر على برنامج حضرتك. ومش كده وبس، احنا فسخنا العقد مع الراعي القديم. معقولة؟ ليه كده؟ بلغناهم الاسعار الجديدة ما عجبهمش فسخنا العقد. طب والشرط الجزائي؟ ياخدوه على الجزمة القديمة. لا لا معلش مش فاهمة يعني ايه. انا هفهمك. احنا جالنا راعي جديد للبرنامج بتاع حضرتك هيدفع ضعف اللي كان بيدفعه الراعي القديم. ومش كده وبس، ده هيدفع الشرط الجزائي كمان. واحنا طبعا عقدنا مع بعض اكيد هيتعدل. انا راجل حقاني وما احبش اخد حق احد. وده مين بقى اللي نازل بتقوله كده؟ ناس بتفهم وتقدر يا مدام. هو انت شويه. ايوه يا لميا وصل. طب دخليه بسرعه. وصل عشان تتعرفي عليه. من ساعه ما كتبنا العقد هو نفسه يقابلك. اهلا 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 يا باشا. اهلا يا احمد. المحطه نورت. مواعيد انجليزي يا باشا. تعالى بقى عشان اعرفك على النجمه بتاعتنا. امجد بيه الشامي صديقي ومن اهم المعلنين في المحطه، رجل الاعمال المعروف والراعي الرسمي لبرنامج حضرتك. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك. انا كان عليا كنت قلت للعالم كله قد ايه بحبك وانك مراتي. انا اعمل ايه؟ مش مهم شكل الجوازه ايه ولا مين عارف ولا مين مش عارف. المهم هنحتفل بجوازنا ازاي؟ مدام نيهال مفيد اظن غنيه عن التعريف يا امجد بيه. تشرفنا يا مدام نيهال. سلمي على امجد بيه الشامي يا مدام نيهال الراعي الرسمي لبرنامج حضرتك. مبروك علينا. بصراحه مش عارفه اللي بنعمله صح ولا غلط. حبيبتي مش مهم اذا كان صح ولا غلط، المهم انه ضروري والاهم انه هيساعدنا. ايوه امجد بس انا حاسه انا عارف ان دي مش احسن طريقه ان احنا نتجوز بيها. عارف بس هعمل ايه؟ ما ظروفي غصب عني. صح؟ صح. طبعا احنا لازم نحتفل بالمناسبه السعيده دي يا امجد بيه وعلى حسابك. انت واخد عندنا البرنامج البريمو. طبعا يا احمد بيه. بس هنضطر نأجل معلش، أنا مسافر أمريكا النهارده بالليل. المرة الجاية إن شاء الله، ده إذا مدام نيهال ما عندهاش مانع. يبقى إحنا نشرب القهوة ونتفق على ميعاد. برضه مش هينفع، أنا ورايا 50 حاجة. أنا بس حبيت أجي أبارك للمدام بنفسي. بعد إذنكم. مع السلامة يا أمجد بيه. ايه رايك بقى نجمتنا؟ الراجل باشا بصحيح. بسمتك مش احسن من الشركه التعبانه اللي كانت نازله على البرنامج؟ انا مش موافقه.